بعد هذا رسالة من إحدى أخواتنا المستمعات من السودان، تقول أم حذيفة، أم حذيفة تسأل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب أو تستمع إليه من المذياع؟ أما استماع القرآن للحائض فلا بأس به، أما قراءته فإنها لا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة، إذا كان لها حفظ من القرآن وتخشى من نسيانه إذا تركته في فترة الحيض فإنها تقرأه على الصحيح. نعم.